بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو. في هذا الفيديو بحول الله الدرس الأول من دروس الرياضيات سنة ثالثة ابتدائي من الكتاب المدرسي، وأيضا شرح تمارين دفتر الأنشطة مع بعض المساعدات، يعني ليس حل جميع التمارين، لأنه كما تعلمون دفتر الأنشطة راه مخصص لتقييم أولا للتدرب، التلميذ يتدرب عليه وأيضا من خلاله يتم تقييمه. إذا ماذا لدينا؟ الدرس بسيط جدا، اللي هي الأعداد من 0 إلى 99. إذا ماذا لدينا؟ لدينا في النشاط الأول اللي هو الحساب الذهني، هذا راح يملي عليهم المعلم الأعداد من 0 إلى 100. ثم ماذا لدينا؟ جدول من 0 إلى 99، فيه خانات فارغة راح يقوم التلميذ بإكمالها، والحقيقة هذا راه يزيد من تركيز التلميذ. ماذا لدينا أيضا؟ أيضا من خلال هذا النشاط التلميذ بإمكانه أن يعد 10 10، إذا راكم تلاحظوا 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90. إذا هنا يتعلم أنه يعد 10 على أو يراجع، لأنه هذو هملوها. ماذا لدينا المطلوب؟ هنا أكتب الأعداد بالحروف: 43 44 34 68 86. أخواتي هنا لازم التلميذ يتدرب باستمرار على هذه الدروس وكتابة الأعداد بالذات، لأنها راح تكمل معاه، وكل ما يصعدوا في المستوى راح يكتبوا أعداد أكبر. أنا نعلم ابني أنه مثل ما ينطق يكتب، لدي 43، إذن 43، هاي 43، والحقيقة فيه موقع جميل جدا يساعدكم الأخوات الأمهات، اللي هو موقع تفقيط، يعني أنتم تكتبوا فقط العدد وهو يعطيه لكم مكتوب بالحروف، وراح يكمل هنا. هنا ماذا لدينا؟ أكتب العدد بالأرقام وبالحروف. هذه من التمارين الجميلة اللي تخلي التلميذ أنه يتمكن. ماذا لدي؟ لدي هنا العدد ممثل بالرسم بالوحدات والعشرات. كم وحدة لدي؟ لدي وحدة، 2 3 4، إذن 4 وحدات. وكم لدي من 10؟ 10 2 3 3 عشرات. إذن العدد هو ماذا؟ هو 34. ماذا لدينا أيضا؟ باستعمال الأرقام هنا في النشاط أنجزه، باستعمال الأرقام 5 6 9، أكتب كل الأعداد الممكنة والتي تكتب برقمين مختلفين، تكتب برقمين مختلفين. هنا أيضا فقط نساعدهم فقط في الحل. وش المعنى؟ قالنا اكتبوا جميع الأعداد الممكنة، احنا راحين يكتبوا إلى غاية 99. إذا وش راحين يكتبوا؟ يكتب مثلا 65، ويكتب أيضا مثلا 96، لكن لا يستطيع كتابة مثلا 55، لأنه المطلوب هو برقمين مختلفين. راح يكتب جميع الأعداد الممكنة، خلوا التلاميذ وحدهم يتدربوا. اكتب الأعداد بالأرقام، هذا أيضا بسيط جدا، 83، 83، إذن 83، بسيطة جدا. إذن ماذا لدينا؟ لدينا هنا الأعداد من 0 إلى 99، الصفحة 6. ماذا لدينا؟ اكتب الأعداد بالأرقام: 60 81 74، هذا بسيط جدا. الآن اكتب الأعداد بالحروف، هنا نكتب ولو مثال واحد. ماذا لدينا؟ لدينا لنأخذ مثلا هنا 92،
وتسعون. هنا ماذا لدينا؟ أكمل. وش عطانا؟ عطانا العدد 92. رايحين نكملوا الجدول. هذا العدد 92. 92. قلنا رقم الوحدات هو، رقم العشرات هو، عدد الوحدات هو. هنا ينتبهوا لي جيدا، لما يقول لي رقم، رقم معناها الكتابة، معناها الكتابة. لما يقول لي هنا وراح رقم الوحدات، ببساطة شديدة رقم الوحدات هو 2. رقم الوحدات 2. أعتقد أغير القلم أفضل شيء. الآن رقم العشرات هو ماذا؟ قلت الكتابة، نروح قال لي رقم العشرات، نروح نشوف الخانة العشرات وش مكتوب. مكتوب 9. الآن قال لي عدد الوحدات هو. هنا من الأفضل أنه نديروا مثال آخر يكون بسيط. لاحظوا عندي العدد مثلا، مثلا لنقول 24. 24 هذا هو 24 عندما أمثله بالوحدات والعشرات. هذا هو 24. أنا عندما أمثل هنا، لاحظوا وحدات وعشرات، ماذا لدي؟ كم من وحدة لدي هنا؟ لدي 4. وهنا كم لدي من عشرة؟ لدي، عفوا قلت 24، عفوا، إذن 24. لكن هو لما يقول لي لهنا كم فيه من وحدة، راح لاحظوا قال لي عدد الوحدات. عدد الوحدات معناها هذا العدد كم فيه من وحدة. قد عندي وحدة هنا؟ لو نحسب هذه القطع الصغيرة كم وحدة لدي؟ هنا عندي 10، وهنا عندي 10، وهنا عندي 4. إذن عندي 10 و10 و4، إذن عندي 24. لما يقول لي عدد الوحدات نهز العدد كامل. 4 هنا عندي 92. 92 هذا هو عدد الوحدات، يعني هذا 92 كم فيه من قطعة صغيرة. مفهوم؟ مفهوم. وراح نرجع له من خلال التدريبات بحول الله. هنا أيضا نأتي للترتيب. أول شيء في الترتيب ماذا نقرأ؟ أن نرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. هذه أول حاجة نركز عليها. منين؟ من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير؟ قلنا من الأصغر إلى الأكبر، إذن من الصغير إلى الكبير. ثاني شيء نشوفوا هل الأعداد كل تتكون من نفس المراتب أو المنزلات؟ نعم، هنا عندي وحدات عشرات، وحدات عشرات، وحدات عشرات، وحدات عشرات. إذن العمل راح يكون سهل. أنا نجي قال لي من الأصغر، نجي لمرتبة العشرات الصغيرة، هذاك هو العدد الصغير، ما نشوفش مع الوحدات. ورحت مرتبة العشرات الصغيرة، إذن 3. إذن هنا أكتب 36. ماذا لدي؟ لدي 65 و63. هذه أيضا العشرات هي اللي تأتي بعدها، لكن أنا هنا عندي نفس العشرات، 6 نفس الرقم في مرتبة العشرات، 6 6. إذن وش نشوف الآن؟ نشوف مرتبة الوحدات. وين الصغير؟ 3 هو الصغير. إذن 63 وكملوا 65 ومن بعد 80. نأتي للتفكيك. التفكيك هنا راهو بسيط جدا، درسوه يعني في سنة ثانية، راهو التفكيك البسيط. ماذا لدينا؟ لدينا هنا مثلا نديو مثال واحد، لدي مثلا 78. 78 ماذا فيها؟ نفكوها إلى عشرات وحدات. إذن لدينا 70 زائد ماذا؟ زائد 8. هذا بسيط. هنا قلنا اشترى أيمن لعبة ثمنها 95 دينار. هذه هي القطع الموجودة في حافظته.
دفع أيمن ثمن اللعبة بإعطاء أقل عدد ممكن من القطع. أشطب على القطع التي دفعها أيمن، هو شراها ب95. أنا نشوف القطع عندي تا 50 50 20 20 10 10 10 10 10 5 5. أنا مثلا جاني حل بسيط، خلاص خلاص سهل. لاحظوا عندي 5 و10 60 و10 70 و10 80 و10 90. إذا أشطب هذه وهذه 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 وهذه. كم شطبت؟ 1 2 3 4 5 6. لكن هل يوجد حل آخر؟ وقلنا بأقل عدد ممكن من القطع، يعني ما يديش القطع كثير. واش نعملوا؟ هيا خموا شوية يا أطفال، واش نديروا؟ 50 واش نقدر نزيد لها باه تولي 90؟ جيد، نزيدوا لها 20 تولي لنا 70، ونزيدوا لها 20 تولي لنا 90، ولما نزيدوا لها 5 ماذا تصبح؟ تصبح 95. إذا استعملت قطعة 2 3 4 فقط. لاحظتم في المحاولة الأولى استعملنا 6 قطع، في هذه المحاولة استعملنا فقط 4 قطع. قطعة 2 3 4، مفهوم؟ مفهوم. إذا نتمنى إن شاء الله نكون نفعتكم بهذا الفيديو، نلتقي في فيديوهات أخرى، ونقول لكم في أمان الله.